شنو يعني وجود قانون للعنف الأسري؟ يعني أن الجهات المسؤولة راح تقوم بحماية أفراد الأسرة من كل أشكال العنف، وراح يتم تشكيل لجنة وطنية للحماية من العنف الأسري تتبع رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبعضوية وكلاء مساعدين من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والتربية والصحة والإعلام ومدير إدارة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية وممثلين عن المجتمع المدني والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. هذا يعني شنو؟ يعني أن قضايا العنف الأسري راح يكون التنسيق فيها بين كل الجهات المذكورة، ويا ويلك يا سواد ليلك لو اعتديت على أي فرد من أفراد أسرتك، لأن بمجرد تقديم شكوى ضدك عينك ما تشوف إلا النور، راح يتم التحقيق معك ومع كل أفراد الأسرة حتى الأطفال، والشهادة سرية لأن التحقيق في غرف منفصلة ومع كل شاهد متواجد طبيب نفسي وأخصائي اجتماعي. بعدين يتم نقل المعتدي عليه لو حالته تستدعي أو يعرض على طبيب شرعي، ويمكن يتم إيواءه في أي مركز إيواء، ويمكن يخضع المعتدي أو المعتدى عليه للعلاج النفسي أو التأهيلي بحسب كل حالة. ولو كانت حياة المعتدى عليه في خطر جسيم يقدر بعد يطلب حماية مستعجلة ويتم التعامل مع القضية بشكل عاجل. يعني القانون قفلها على المعتدين. فالنصيحة للجميع، انتبهوا من التعامل غير المسؤول مع أفراد أسرتكم، والمشاكل الأسرية تنحل بالحوار مو بالقوة.